السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فيديو جديد. الوغ الفيديو سي بوغ لي 3 اسي ماتيير اس في تي. جبت لكم اون سيري ديكزيرسيس او بيان ان اكزامبل دان كونترول كونتيني نيميرو 1 دوزيام سيمستر داكور. دونك اليوم غيكون مخصص للاس في تي. كنتمنى من قلبي انكم تستافدوا و فوالا وتفيدوا بعضياتكم. بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وصحاباتكم وبالتوفيق للجميع. الوغ نبداو على بركة الله. قال لك ميتي ان تيتر اي دي نون كونفونابل بور لي نيميرو دو شيما ا كوتي. دونك اون فوا تشوفوا هاد الشيما هادي عرفوها انه مقطع ديالاش ديال لاموال ايبينيير ديال النخاع الشوكي. نبداو بلو تيتر. لو تيتر غادي يكون شيما de la moelle épinière. Voilà. Donc رقم 1 هاد البلاصه هادي كتسمى ب racine postérieure. Racine postérieure, OK? Voilà. Numéro 2. Donc, هذا racine postérieure ou هذا qui s'appelle racine intérieure. Voilà. Numéro 3. Donc, li kayna l'wast. Na'arfin anna fi l'mouel epinier chnou l'wast kayna l'madda ramadia. Matière grise. نيميرو 4 واللي على برا كاينه الماده البيضاء ماتيير بلانش. نيميرو 5 دونك هذا اسمه لو نير راشيديان. Numéro 6, ganglion spinal. Ou bien spinal. C'est spinal, il y a spinal. Ok, donc à faire comme vous pouvez tقدر تحط يا اما تحط لكم الشيما ديال السيرفو او بيان تحط لكم الشيما ديال المويل ايبينيير. Ok. Yalla, on passe. Deuxième exercice. D'accord. Choufou, chnou sahih ou chnou khata. Répondez vrai ou faux devant les suggestions du tableau ci-dessous en plaçant une croix dans nanana. Les suggestions. Le neurone est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Ma'louma sahih. لا نورون هي بالعربيه اسمها العصبون. اوكي دونك العصبون فهو الوحده البنيويه والوظيفيه ديال الجهاز العصبي. عقلوا عليها. لو نورون سنسوريال ترانسمي لانفلو نيرفو افيرون. سي فو ماشي افيرون مي افيرون. افيرون هو الصادر يعني يعني هذاك العصبون الحسي كيرسل ليا لانفلو نيرفو السياله العصبيه الوارده ماشي الصادره. مهم حفظوهم. اوكي ما نعرفش نشرحو لكم مي حفظوهم. لو نورون سنسوريال ترانسمي لانفلو نيرفو افيرون. Le tronc cérébral est le centre nerveux du mouvement réflexe. Donc, le haraka, l'axia, mais si le tronc cérébral, c'est faux.
Les fibres nerveuses sensitives conduisent l'influx nerveux afférent. C'est vrai. الالياف العصبيه الحسيه كتمرر لي شنو لانفلو نيرفو افيرون لانفلو نيرفو يعني السياله العصبيه الحسيه افيرون الوارده داكوغ. مهم حفظوهم عفاكم. شحال من معلومه عرفنا هنايا؟ ثلاثه المعلومات. دوني اون ديفينيسيون دي زيليمون سويفون دونك الله يكثر خيرهم عطاونا لي ديفينيسيون او مجويجات باردون. نورون هي كيف ما كاينه في اول في التمرين الثاني اي لونيتي ستركتورال اي فونكسيونيل دو سيستيم نيرفو. سينابس اي لا ريجيون دانتراكسيون انتر دو سيلول نيرفوز لي نورون. دونك هي منطقه التقاء الخلايا العصبيه اللي هما لي نورون. اوكي عقلوا عليها هاد السينابس. قال لك ريبوندي بار فري او فو دوفون شاك بروبوزيسيون. لا ماتيير غريز دو لا مويل ايبينيير كونتيان لي فيبر مسكولير. سي فو. عندكم في الكور لا ماتيير غريز بايش كتكون. اوكي مايش كتكون. Le cerveau est la plus grande partie de l'encéphale. C'est vrai, معلومة صحيحة عقلوا عليها أن الدماغ هو أكبر جزء من الانسيفال. L'arc réflexe هو داك الانعكاس الشوكي et le chemin de l'influx nerveux dans le réflexe spinal. C'est vrai, معلومة صحيحة. OK. On passe. Donc, الجلد شنو الدور ديالو في الانعكاس؟ كيحول ليا داك التهيج دونك ستيمولوس لايش لانفلو نيرفو سونسيتيف ترانسفورم لو ستيمولوس ان لانفلو نيرفو سنتر نيرفو. دونك شكون هو سنتر نيرفو؟ المركز العصبي في في في, في هذا في, في الغوفليكس يعني في الانعكاس هي لاموال ايبينيير النخاع الشوكي. اوكي لي فيبر سنسيتيف. لي فيبر سونسيتيف هما الالياف العصبيه شنو الدور ديالهم؟ كيمرروا ليا لانفلو نيرفو لاين لاموال ايبينير. عافاكم حفظوا المعلومات. كوندويز لانفلو نيرفو سونسيتيف vers la moelle épinière. OK. Transport de l'influx nerveux moteur. شكون غادي يكونوا الالياف الحركيه؟ دونك الالياف les fibres moteurs motrices. لو موسكل دونك العضله شنو الدور ديالها في الانعكاس؟ الدور ديالها هو انها كتطبق لي الحركه ابليك لو موفمون. فوالا داكوغ. دونك اون باس. Donc on passe le sixième exercice. Calc. Pour déterminer les éléments impliqués dans la réalisation des mouvements et le trajet du lymphe nerveux,
On réalise les expériences suivantes sur deux grenouilles, d'accord? Un des jours d'hier d'affaires, un des grenouilles spinales A, il y a dit, aux grenouilles spinales et on détruit la moelle épinière. Donc, grenouille spinale, il y a الضفدع الشوكي هو اللي كيكون مخرب ديال الدماغ عقله على المعلومات اوكي قال لك ديفينير اون غرونوي سبينال تعريف ديال الضفدع الشوكيه هي اللي كيكون عندها الدماغ مخرب والنخاع الشوكي كيف عامل سليم اوكي دونك اتون grenouille qu'elle a un encéphale détruit moukharrab et une moelle épinière سليمة النخاع الشوكي عندها سليم كو ريبريزونت لاسيد دون سيت اكسبيريونس دونك لاحظوا سوليوشن اسيد زدنا هنا عملنا هنا لاسيد اللي شرحت لكم في الفيديو الاخر دونك لاسيد الحمض هنا كيتعتبر مهيج ستيمول لاسيد représente le stimulus. هو باش كنهيجو الرجل ديال الضفدع. Que représente ce genre de réaction nerveuse chez la grenouille? شنو كتعتبرها؟ Donc réaction nerveuse. Donc هاد الرياكسيون نيرفوز شنو غادي تكون؟ غتكون حركة لا إرادية. Donc ce genre de réaction nerveuse chez la grenouille ou bien représente le mouvement donc haraka la iradia involontaire voilà d'accord on passe قالك comment expliquer l'absence de réaction de la grenouille B donc il a l'habitude de la grenouille B ملي عملت لها لاسيد ما عملت حتى شي ردة فعل علاش لان الغرونوي بي اذا لاحظتوا الحاله ديالها هي انها مالها لا مويل ايبينير عندها متضرره مخربه يعني النخاع الشوكي والنخاع الشوكي كنعرفوا انه هو المسؤول على تراجي ديال على الكوندوير يعني السلك ولا مسلك ديال السياله العصبيه يعني ما غيمكنش انها تحول لانفلو نيرفو سنسيتيف الموتور الحركي اوكي جيسبر تكون تفهمات فوالا شنو قلنا دونك غادي نكتبها ونشرحها لكم دون لو كا دو لا destruction, تخريب de la moelle épinière la grenouille ne sera pas capable de transformer
l'influx nerveux en moteur qui est responsable pour les réflexions. Ce qui explique l'absence de la motricité involontaire. OK, donc في حالة ديال تخريب النخاع الشوكي الضفدعة ما غاديش تصبح قادرة انها تحول السيالة العصبية الحسية لسيالة عصبية حركية. هذا اللي مسؤول على الانعكاس. دونك جاينا واحد لانفلو نيرفو سونسيتيف حولناه لانفلو نيرفو موتور وقعت حركة لا ارادية. اوكي قالك en exploitant les données des expériences, déduire, synthèse, le centre nerveux responsable de ce mouvement avec la détermination de rôle de ce centre nerveux. Donc, ce qu'on a vu, le marquez la hasabi, le انه كيحول ليا لانفلو نيرفو سونسيتيف لانفلو موتور بوين فينال. دونك جو ديدوي قالك استنتج ليا كو لو سونتر نيرفو ريسبونسابل de ce mouvement est la moelle épinière. Yek, son rôle est de transformer l'influx nerveux sensitif en influx nerveux, influx moteur. Voilà. Donc, dernière question. وهذه اللي على شكل شيما او لا خطاطه منها تفهموا اكثر الدرس. اوكي قال كومبليتي لو شيما فونكسيونيل دو تراجي دو ميساج نيرفو مسار ديال الرساله العصبيه او كور دو لا رياكسيون نيرفوز بار لي تيرم سويفون. دونك عندي مزيان عندي افكتور موتور عندي كوندكتور سنسيتيف عندي ريسبتور سنسيتيف عندي سنتر نيرفو ميدولير وعندي كوندكتور موتور. دونك اخر واحد شكون غيكون هو العضله لان الحمض بديناه من هنا. اوكي دونك واخا الحمض فاش غيقيس ليا في مستقبل الحسي اللي هو الجلد احنا حيدناه ريسبتور. شتي نتعامل مع الخطاطات بذكاء. دونك كيبدا بالريسبتور وكيسالي ليا ب اورغان افكتور شكون هو الميسكل. دونك افكتور موتور اوكي احنا حيدناها. اللي الوسط شكون غيكون المركز العصبي سي لو سونتر نيرفو. ميدولير زيد اوكي دونك الريسبتور استقبل شكون غيكون خصني خصني كوندكتور سنسيتيف موصل حسي
اوكي ومي غيعالج ليا هنا وغيقاد لي الامور وغيردها ليا لهذا حركيه دونك خصني كونديكتور موتور. فوالا دونك بهذا كنكونو سالينا هاد لا سيري. سخفتني وعرقتني وي ولكن تبارك الله مليئه بالمعلومات وكنتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا بزاف ديال الحاجات ورتبتوا افكاركم في دماغكم. دونك بالتوفيق لكم جميعا، نتلاقاو بكم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.